المرحلة السابقة أي السابعة كانت متميزة، مادام هي المرحلة اللي عشنا خلالها قمة الصراع بين الفرق الثلاثة اللي بقات. تهلاو فيه قلبو على اللي بغيتنا حنا فراو منها اي غصبا نجي نشريو ليه ليكوش. مرحلة نصف النهاية هذه اللي ربطت ما بين تفراوت ومن لفت على مسافة 150 كيلومتر كانت رجعت إنيغما التحدي مرة أخرى المدن الساحل. دار على الأسر وتأول أسر بغالك الله غادي توصلي غادي توصلي. في هذه المرحلة ابتسم الحظ الفريق عبد الله وعبد اللطيف مرتين، في أول مرة فاش فاز باللعبة الفردية، وفي ثاني مرة فاش فاز بالقلادة اللي قيمتها كانت مضاعفة. فكلنا كنتذكروا باللي جائزة المرحلة السابقة كانت حجبات. يلا شوفوا شوفوا الكوفر ديالو قبل ما تضعف قيمتها في هذه المرحلة وتولي 20,000 درهم ويفوز بها فريق عبد الله وعبد اللطيف. لكن نفس الحظ غادي يتنكر في هذه المرحلة الفريق نبيل وعثمان بعد ما تقصاو في نصف النهاية، وبذلك فالفريقين اللي غادي يتواجهوا في النهاية هما فريق عبد الله وعبد اللطيف ممثل الدار البيضاء وفريق نوال وإلياس ممثل تمارا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ميديان تيفي. انا سعيد نتلاقى معكم في البرايم الثامن والبرايم الاخير من برنامج انيغما التحدي في الموسم الثالث. حنا في البحر ديال ميرلفت، جوج فرق اللي تاهلوا النهايه ديال الموسم الثالث. عبد الله وعبد اللطيف صباح الخير. صباح النور. نوال وإلياس صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نشرح لكم شنو تيتسناكم في هذه المرحله الاخيره بنقول لكم تبارك الله عليكم، انتوما على ابواب النهايه ديال البرايم الثامن، انتوما جيتوا كل واحد عنده هدف بغى يحقو على شاركتوا في انيغما التحدي. انتوما حيت يلا تزوجتوا نوال والياس الحلم ديالكم هو تشريو دار يدفعوا في ساروت، كنتوا تظنوا بانكم غتوصلوا حتى للاخير؟ لا لا بصراحه في البدايه ديال هذا الموسم هذا ما كناش نتوقعوا غادي نوصلوا لهاد البرايم الاخر، شويه كان معنا الحظ بزاف داكشي علاش وكنا مركزين في داك الشيء علاش وصلنا حتى لهاد البرايم هذا. عبد الله وعبد اللطيف انتم كذلك عندكم الهدف، خصوصا انت عبد اللطيف كنتي بغيتي تشارك في انيغما وبغيتي تصيفط الوالده ديالك للحج ولا العمره ياك، اش ممكن لك تقول؟ هو بالنسبه لي هاد انيغما التحدي كان الهدف ديالي هو انني باقي شاب وطموح وباقي عندي القوه الجسمانيه، الوالده ديالي شويه كبرات وكانت الامنيه ديالها تمشي للحج وما ساعفاش الحظ في واحد الايام، كنتمنى انني نفوز ونسعدها ونوفق لها المبتغى ديالها في الدنيا قبل الاخره. الله يخليها لك. اللهم امين. اذا هذه المرحله الثامنه ما تكونش بحال المراحل الاخرى. هذه المرحله هي عباره عن سباق. يعني ملي غادي تساليوا اللعبه ديالكم هنا غتشدوا الطريق للنقطه الثانيه. يعني ملي غنقول لكم انطلقوا من هنايا ما توقفوش. هذه المرحله تطلب تخدموا شويه ديال العقل وشويه ديال الرجلين وبزاف ديال التركيز. اللي غنطلب منكم انكم خاصكم تتبعوا بالضبط التعليمات اللي غتلقاوها في كل نقطه غتمشيو ليها. نبغي نذكركم كذلك بانكم نتوما عارفين منين غتمشيو من هنا، ولكن النقطه الثانيه ما تعرفوهاش، الجواب غتلقاوه ديما في جوا اللي غيقول لكم فين خاصكم تمشيو للنقطه الاخرى. متفقين؟ بغيت نذكركم بان سؤال اللغز غيطرح عليكم ملي غتوصلوا عندي في النقطه الاخيره من البرايم الثامن، وباش تلقاو الجواب ديال اللغز في طريقكم غتلقاو خمسه ديال الحروف اللي غيكونوا في بعض المحطات اللي غدوزوا منها. هاد المحطات بغيت نذكركم
انكم خاصكم تبعوهم محطه محطه، ما يمكنش لكم تنقزوا محطه باش تمشيو لمحطه اخرى، متفقين؟ اذا سؤال اللغز غادي يطرح لكم في المرحله الاخيره من البرايم، غتلقاو جواب اللغز اللي خاصكم تجمعوه، خمسه ديال الحروف اللي في بعض المحطات تتسناكم، خاصكم تتبعوا مزيان الارشادات اللي غادي تلقاوها في كل نقطه. اذا اول نقطه الجواب ديالها فين خاصكم تمشيو، كاين في داك الصندوق فيه جوج ديال جوابات، جوا ديال الفريق ديالكم وجوا ديال الفريق الثاني. هاد المسابقه سهله وصعيبه، سهله لانكم نتوما في الرمله والبحر ولفتوا الالعاب جنب البحر، كاين واحد جدي اللي موراكم ولا معيزات صغار كما بغيتوا تسميهم اللي غتاخذوهم معكم في هذه المسابقه. غادي تكونوا مربوطين مع بعضياتكم، كل فريق مربوط مع جدي ولا معزه، عندكم الطريق ديالكم اللي تابعه قنب، خاصكم تمشيو بقاو غاديين دوزوا من السلوم، ومني غتوصلوا لهذا الحاجز اللي فيه الشبكه ما تدوزوش بين الخشبات، خاصكم تحفروا الرمله ودوزوا نتومايا ودوزوا جدي، جدي خاصكم تهلاو فيه مزيان الله يخليكم، ما تكرفسوش عليه، سبقوه هو الاول عاد دوزوا نتومايا. ملي توصلوا الاخر ديال الشبكه ما تدوزوش بين الخشبات، خاصكم تحفروا عاوتاني تحت الارض بالرمله بيديكم ودوزوا نتوما ودوزوا جدي ديالكم وتوصلوا للسلوم. ثاني تبقاو متبعين المسار ديالكم ديك القنبه، الفريق الاول اللي غيوصل غادي يلقى قفل تمايا، السارود ديال داك القفل فينا هو لاصق في جدي، ملي توصلوا تما تحل القفل غادي تجري تحلوا الصندوق تهزوا الجوا ديالكم وتشدوا الطريق، متفقين؟ كل واحد غيشد بلاصتو تفضلوا من هنايا. إذن سباق المرحلة الأخيرة البرايم الثامن غيبدا هنا بالبحر ديال ميرليفت، ملي غنقول لكم انطلقوا غتنطلقوا، مستعدين؟ جو. بسم الله. جرق قنبة عبد الطيف اللي قلت لك على عافاك هذوك الاعتريسات، عاد شوية. قنبة سير هز 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 بشوية عليها بشوية عبد الطيف شوية ما تشدوهاش هكذاك هو مين بات لي المعزة وبان لي قوة القنانب تما والشبكة وهادي، قلت لي عبد الله غادي يرفع المعزة رفع الهزان ديال المعزة، هاديك المعزة ماشي جايبينها غير هكاك والقنانب وديك الشبكة، قلت لي كتكون تمارة بزاف كان الزايد الهزة ديالو. واخا نوال مزيان غدا انت؟ اها لو جو ديال الصباح كان صعيب بزاف، خصوصا هذاك الجدي اللي كان عندنا حنايا كان تيطير. علاش جريتي النعجه وخليتي حطها في الارض، حطها في الارض سير اصاحبي سير حطها في الارض، شديها 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 عارف شوية عليها. اجا بابا اجا 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 عفاك عبد الله اجا بابا جر 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 يلا سير دوز دوز دوزها شوف شوف جيب المعزة جيب المعزة جيب عندك لا تخبى الخيط انا بشوية خويا بشوية لا ولا تجي له رجع له رجع له تخبى الخيط كما قلت لك شوف رجع له تخبى الخيط تعجبوني الحيوانات بزاف وحاولت نتعامل معاه بلطف ولكن كان صعيب عليا تنقول يا ربي ندوز انا كيفاش غندوز جدي وبقينا تنتقاتل له حتى الحمد لله حاولنا له ماكسيموم تهلاو فيه واخا فاش دوزتو تحت الرمله بقى فيا قلت غندفنوه واحد هما جدي اللي عطاوهم ظريف دريويش يبقى غادي ويجلس غادي ويجلس حنايا تتلقاه مشى لعند الاخرين لا ما تلحش علينا ما تلحش علينا ما تلحش علينا ما لحتوا علينا تتشوفوا هذاك الشيء اللي بغيتو وانتم راه لحتوا علينا حنا كنا خافرين هنا ولحتوا علينا سير عبد الله تعطلتي بزاف اصاحبي بديتي تشد سير سير الياس سير في اللعبه الفرديه بقى احتكاك بزاف مع فريق سميره حيت كان بغى يحفر هو الاول بغى يفتح اكبر مساحه بغى يستغلها كان كيحيد الرمله من جهته كيلو حاجتنا حيد رجليك اصاحبي حيد رجليك حيد رجليك حيد رجليك حيد رجليك حيد رجليك دوز من لهيها دوز من لهيها دوز من لهيها عبد الله عبد الله حيد بلاصتك انا ما يمكنش تدوز هكذاك لا دزتي وهردمتي لهم داك الشيء اللي بناوه واه واه بسالة هذه
كذا هو تيبغيو غير هما اللي يربحوا. حنايا حنا بعادين عليهم وهما انا داك الشيء اللي تنحفر هما تيرميه ليا وداك عبد اللطيف رجليه طوال تيبقى تيبقى داك الشيء اللي حفرنا هنا يبقى يصيفطوا لينا. واش كلوح لينا هنا عباد الله؟ او لا ماشي من عباد عباد الله، اش كتلوح لينا هنا صاحبي؟ او عبد اللطيف عبد اللطيف شنو هنا واش كلوح لينا هنا؟ دير دابا نتايا شنو تدير؟ اما شي لعبه داك انا ديال العباده شويه بلاد مو شويه باقي نلعبوا حنا معكم دابا عاد تضيعوا الوقت على والو. ها شوف شوف راه حنا حنا باقي ما شوفش دابا تضيعي الوقت دابا عاد تضيعوا هما دازوا سرع الياس دوز دوز الياس دوز كملوني راه خاصكم ولا بدا تكملوا هذه اللعبه انا تنقولها لكم. عبد الله عبد الله شوف اش كيدير هذا واش لكم ولا واش كيدير حبيبي لي حيه 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 شوف خليني انا نوقف وقف وقف حدا وقف صافا وقف عبد الله انت تشوف ابن حرم له واش ما تقش دير لينا بحال هكا. لا 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 الياس لا لا خلاني نشدو سوف الياس لا 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 انا يا الرياضي هذه اسياس انا عند الدراري الصغار ديك الوقيته ما كرهتش نمشي غير هذاك عبد الله نضربو وعبد اللطيف نضربو ونبرد ما نلعبش غير نضربو ونبرد. جر 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 عندك شراس شوف رجعي خصني ندوز انا الاول وحيد لي راه غادي تبلوكا خصني ندوز انا قبل منك يا رجال. يلا ما دوز بحال اللي دزت انا دام يلا ما كانش خصها تدوز قبل مني انا هي مربوطه مورايا ما يمكنش. الياس ما تيحفرش لتحت هو راه خاصو يتحفر لتحت باش كتبقى لنا منين ندوزو حنايا هو تيحفر هكا وهكا وحنا تنضيعوا الوقت غير في السراح ديال الرمله. فوالا هاجي لهنا هاجي اوف شوف تعسف هاجي تشوف هاجي تشوف ها احنا عباد الله ها شوف يا غتخدم تلعب مزيان يا صافي احنا غادي نصاحبو كاع من هاد اللعبه هادي اللي ماشي يمكنش لا هو خاصو ما يبقاش يرمي لنا ماشي له هنا راه شوف شوف انا والله ما كنلوح بالله لا ما كتلوحش والله اللي كتحلف بيه شوف انت مك العمره بالحرام ولا شنو كتهضر بالحرام من الحلال واحد الوقيته قال لي انت بغيتي تصيفط مك الحاج وهي صيفطها بالحرام يعني ما تخبلتهاش غير شويه زيد ترى حط راسك حط راسك اش زيد زيد سير 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 لا لا برافو برافو اش دايرك عاود شي بلعانه حنبطك قدامك يا رب تشد شد من عندي شد من عندي لا شيء الياس النقص لا شيء الياس النقص وقف وقف بطل زيدها والو بقى والو انا وبلاتي واه اجاوبتي بسم الله بسم الله بلاتي راه وحلت لي رجليا طلق 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 هذه بلاتي تبعها هذه تبعها القنبر الله يحمي والديك يلاه طلق الصراح ديالك وف ليش دي هذه تعرف القنبر اللي عندي انا بعدا او تفك حلفكو تحلفكو 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 يلاه 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 نحلو دوك تحل نحلو هادي كتحل توقفوا مزيان خرجي الجوا خد الجوا هزوا الساكادو الله يعاونكم الساكادو ديالنا بسم الله تاكد هاجي نقراو بعدا فيها هادشي اذا كما تتشاهدوا عبد اللطيف وعبد الله هما الاولين اللي شدوا الطريق نوالوا الياس مازال تيضربوا مع القنبه وتا هما يتنتسناهم يجيو ياخذوا الجوا ديالهم ويشدوا الطريق للنقطه الجايه اللي خاصهم ولا بدا يدوزوا منها في المرحله الاخيره من برنامج انيغما التحدي. الله يوصلكم بخير وعلى خير. شكرا الله يعاونكم امين. نواه قرا الجوا قرا الجوا نواه قرا الجوا
شتي منين دازو هما من هذاك الطريق اللي قلت لك؟ هي خليهم خليهم. يجب عليكم الذهاب عند جمعة أخزان. فين؟ أخزان الذي يبيع الدجاج وسط مدينة مهر اللفت. من غلا سوق الدجاج عافاك؟ قرا مزيان داكشي حرفين. مشى مع التقريب الحاج. قريب. كل فريق سلام رحالة كيدوز الخطوة التالية. وتوصلنا لسوق ديال الدجاج. زاوب. طيح الوالدين. ها هو كاين هنا في وسط المدينة. سوق الدجاج. الله يحفظك. الله يرضي عليك لما وصلنا. ها عندك جوج دقائق. يوم فينا. الله يفتح. ما تعطل بزاف. ياك ما تدخل ما تدخلش. سيف قول لنا شنو كاين باش نشوف. الله يرحم والدي. يلا نمشيو صح سي شكرا. يلا. ها هو عندك جوج دقائق. الله يرحمك الوالدي. إما ما تريد. ها دغيا حينا. إما. هاكي عمرو بيجي الحين. واه. الله يجب عليكم الذهاب عند جمعة واحد سيد سميتو جمعة أخزان الذي يبيع الدجاج وسط المدينة سميتو أخزان بجمعة غنمشي وسط المدينة وسط تيفلت كاين واحد المارشي فيه تحب الدجاج والخضرة وداكشي غنمشيو مول الدجاج علاش فيك ركز مزيان في القراية شريفة حاجة الله يرحم بها الوالدين الله يجازيك على لدينا وسط المدينة لدينا وسط المدينة الله يسهل أنا ومراتي الله يسهل عليك ولينا كلنا رمنا وبسخنا الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير طلعوا غير في الكوتر شكرا لك مسابقة ديري مسابقة لدينا غير وسط المدينة الله يجازيك اليوم إن شاء الله جينا خصنا نتحاربوا معاه جينا لديناها نسحقها شي واحد تيبيع الدجاج هنايا نسولو شي مول الدجاج هنايا شوف هنا نسولو حتى بس ولا سمح لي نسولو غير هذا لا ولا حتى سولي حتى شي بركه على كسريفه غير هنا غير هنا الله يجازيك بخير جمعت اخزان تيبيع الدجاج وهذا السلام شي امانه في اللحظه السلام عليكم اخويا نوال والياس كانوا انطلقوا من بعد عبد الله وعبد اللطيف لكن وصلوا قبل منهم لعند مول الدجاج وداركوا التاخير هذا الحرف الاولاني اللي غادي يعطيو صحه السنه بتزنيش صحه السنه بتزنيش راه حده التنافس غاديه وكترتفع والدليل هو عبد اللطيف اللي فقد روح الفكاهه اللي كانت ملازماه طيله المراحل اللي سبقات اجي عرف اجي هاك 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 نرا السلام عليكم فرق الاول اللي هاي زيك اللي بكون بها متسيد طرق المحيط مقبلة تهت دقائق نرى ناس ساحة السنة بتيزنيت أو ديال طاكسيات غير طاكسي الله غنيه عبد اللطيف وعبد الله ركبوا في نفس السيارة اللي جابت نوال وإلياس قرمزيان عبد اللطيف الآن يجب عليكم الذهاب إلى ساحة السنة بتيزنيت حيث ينتظركم منتصر الفريق الأول الذي سيكمل المهمة الذي سيكلف بها منتصر سينطلق للرحلة المقبلة ثلاث دقائق قبل الفريق الأول خويا غادي تيزنيت الله يحفظك دينا ومرات الله يسهل عليك مشى كيف واحد المسابقة ديني أنا ومرات دينا ساحة السنة الله يرحم بها الوالدين أخويا ولكن أنا عندي الفياش اركبوا هنا اركبوا هنا اركبوا هنا اركبوا هنا شكرا اخويا اش الحي هاو هاو تيزنيت عذاك تيزنيت دابا الله يرحم الوالدين مزروبين يلا الله يرحم الوالدين احنا الاولين غتعاون معانا تين خلصوا لك ماشي دير معايا انت من زوين شحال كتقلب عبد شحال ها بلاتي بلاتي يا صاحبي واحد يسمع شي واحد يسمع حاجه مشاركين برنامج في التلفازه الله يرحم الوالدين شكون يسمح لنا بشي بلاصه الله يرحم الوالدين مشاركين برنامج في التلفازه الله يرحم لكم صافي شوف ديرك شوف يسمع هاو 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 صافي اسمع هاو سي صافي هو لح ما فهمش كيقول لي انه ما يمكنش ديما الطاكسي الا ما دار جوج بلايص ما عرفتش من لغه غادي نتفاهم معاه هي فاش انني كتشوف فيك العالم كامل كيشوف كدير لنا هاد الحاله كلشي غتبان راسك في التلفازه كدير هاد الحاله وتعاون يا صاحبي تعاون يا صاحبي ويلي يا صاحبي وين مليون ديال الخلق كتشوف فيك اصاحبي ما فيك الانسانيه ولا ما فيكش يا صاحبي او لا حول ولا قوه الا بالله طلع استاذ غيطلع صافي 20 مليون مسابقه فيها اش حياتنا كي ولات تستعمل خاصك تسبعه عيب والله تعيب بالله سدتك الباب سد الباب اصدق معنا في زيد فين يلا سيد الشيء اللي قلنا من قبل اصبح كيتاكد عبد اللطيف فقد تماما روح المراح
وصبح متوتر جدا. سير 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 لا سبقونا مشاو عباد الله. حنا اصلا وفرنا الفلوس ديالنا شويه قبل الاسم الى باش لهذا الغرض بالضبط. حنا قلنا الى وصلنا للمرحله النهائيه لعبد الله يمكننا ان كل ما عندنا من الفلوس انا غادي نخسرهم في الطاكسيات باش نصلحنا الاولين اقرب نقطه. واش داك الشيء باش هكاك سيت؟ لا لا خلي عندك خلي عندك اركب ما فوق من الشاكوش ماشي مشكل. لا لا ودابا علاش يمشي يسول؟ علاش يمشي يسول هادو؟ قولي قولي حلها لي الله قولي دغيا. وهذا مالو مالو علاش كيقلب دابا؟ اي واخويا يلا اش بغيتي يلا دخلنا للعام. خلي هذا مريض هذا ولا يلا اخويا الله يسهل عليك الله يسهل اخويا الله يسهل عليك. توتر لقى ايضا موطئ قدم حتى في معسكر نوال والياس. يلا صافي الياس ما تبقاش تعصب ما يسهل عليك اخويا اسمح لينا عرفنا عيقنا عليك راه تعاون معنا الله يرحم باه. سد الباب سد الباب سد هذاك الباب سد الباب سد الباب صافي هو غيسد هو غيسد. عندكش بلاصه في الستيف وقت الصيف فاتونا هما فاتونا خويا راه هما هاد ولكن راه هنا سبعه بمريقل ما تخليش هاد الطوابير على الارض تسوقها ما تخليش هادي تحطنا في السنه ياك الساحه ساعه السنه فين غادي اخويا؟ خويا يكون حساب لينا بحال هكا كون خليتينا مشينا ما تقولناش كاع صافش لينا انت خطاف صافش لينا خطاف اخويا مازال بعيد اخي قول لي يا خويا راه عندنا سميتهم شنو دبروا على راسنا لا ما تقولش باش هاز باقات هاز حالي هاز السلعه ماشي هاز البلايص فاياج برا بنادم هذا ما تنقولوش ليه فاياج ما كناش عارفين خطا حيت فاش مشينا عنده قال لك انا عندي فاياج فاياج حنا ما فهمناش فاياج حنا خناشي فاياج صحاب لينا خناشي حيت لقيناهم خناشي ما تيحسبش انه تيهضر على بنادم فاياج ماشي بنادم اصلا بان لي في السياره بان لي راجل واحد اللي جالس في السياره كيفاش صاحبو هذا اصلا شيخه كبير ماشي في غادي التوتر قريب يولي غضب والغضب قريب ينفجر في معسكر نوال والياس. يا ربي يا ربي شاد شي كامل الشيفور شاد شي كامل هاد المسابقة مشارك فيها أقسم بالله العظيم وعندي هدف تا فقيرت ريخ هذا وخس الحج والله العظيم وديش لي ما بغيت والو من هاد الدنيا أنا والله ما بغيت منها شي حاجة الدنيا دي بغيت غير ديال الوالدية ورضي الله سبحانه وتعالى أنا الله كيشوف فيا وعارف الحالة ديالي كيفاش دايرة رغم الظروف اللي كنعيشها ما كتسمحش ليا باش ندير الحاج وندير شي حوايج ولكن الايمان ديالي قوي بالله وكنتمنى رضي الوالده ديالي هي اللي تشحن لي الكنز ديال الدنيا ساروت. كل بلاصه وقف ليها الشيفور ديال نوال والياس هي مسمار اضافي في نعش الامل عند الفريق مادام كيأخرهم اكثر على اللحاق بالفريق الاخر. الراي ديال الانيغما هاتبالك هذاك الراي ديال الانيغما هنايا الساحه راه 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 وقف 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 صافي بدا شي بقى سي سي دور 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 من حدا الباب راه حفظ سي سي سكا 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 روبا سكا روبا عبد الله خصك هكا راه ربط معايا بقى حدايا دابا شوف ما تيقش كنقول لك ديما هاك 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام طيف بقى داير الساكادو لان باقي مكملين السباق تطيروا في الطريق ولا شنو؟ والحمد لله شي حنا حاولنا ناخذ اوتوستو ما ناخذوش اوتوستو جينا في طاكسي ديريكت خلصتوا الطاكسي خلصوا الطاكسي قبل ما نعطيكم الجوا اللي يقول لكم فين خاصكم تمشيو من بعد عندكم واحد المهمه هنا في الساحه هنا مورا الجامع خاصكم تجمعوا لي 10 ديال الناس يكون سميتهم محمد وتكون عندهم لاكارت ناسيونال محمد تكون عنده لاكارت ناسيونال احمد ولا محمد 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 لاكارت ناسيونال غادي نقلبها تكون فيها محمد ونتلاقى معكم هنا في هذه الساحه الله يحفظكم هذا موجود خايب غير منتصر غير ما كاين ديروا الجوقه بعدا خصنا نديروا الجوقه عطيف عطيف غنديروا حلقه وخاصة لاكارت ناسيونال بعد في الوقت اللي بدا عبد الله وعبد اللطيف كيفكروا في خطه لتجميع الناس اللي سميتهم محمد فريق نوال والياس كان عاد وصل محمد صافي راه نزر بعدا
كرمي راسك خاصنا شي بلاصه فيها الناس بزاف. الساحه الساحه فين هي؟ اه يا الساحه من هنا. شكرا اخويا. شو يارك انا وين نمشي؟ نسيتي؟ ايه شو يالك؟ كنت يتسنانا هو. ها؟ فين هو كان هنايا؟ اجي انا هو اجي. سير سير إليا سير 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 سير. السلام. على السلامة ديالكم. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا. قبل ما نعطيكم فين خاصكم تمشيو؟ تتسناكم واحد المهمة هنا في الساحة. شنو خاصكم ديروا؟ خاصكم تجمعوا لي 10 ديال الناس تكون سميتهم محمد ولكن بلا كارت ناسيونال ديالهم باش نتاكد منهم. يلا قلبوا عليهم ونتلاقاو في الساحه. سير. سميتك محمد اشرف؟ سميتك محمد؟ شكون سميتو محمد فيكم؟ عندك لا كارت؟ جيب الله يحفظك واجي الله يحفظك. سميتك محمد؟ محمد اشرف؟ سميتك محمد؟ عافاك تبقى معنا خصنا نجمعوا ثلاثه عشره ديال الناس سميتهم محمد. الله يسهل عليك. ما تبقى معنا اول واحد. ماشي تبقى معنا. عندك لاكارت؟ عندك لاكارت؟ عندك يجي واحد جوج دراري سميتك محمد؟ لا اه غير صبر معاه. عندك لاكارت؟ صبر معاه. الله يجازيك اخي صبر. شريف سميتك محمد؟ الناس العقليه ديالهم مازال محافظين بزاف ما تبغوش يبانوا قدام الناس ما تبغوش الناس يشوفوهم فحاولنا نسيروا نتفاهموا معاهم غير بالخاطر وكذا وكذا. دابا حنا جامعين ثلاثه فهمتي باقي لينا سبعه عافاك الا بغيتي تصبر معنا هيا راهي تمايا جامعين واحد الناس الا الله يجازيك بخير. اوكي صافي كاين حتى المشكل ها كاين با بروبليم. واه الكابه ما عندوش الياس ما عندوش. سميتك محمد اخويا؟ لا لا لا. السلام عليكم. سميتكم محمد اخويا؟ لا انت واحد اخويا. يلا سميتك محمد؟ اوف اجي ندخلوا السوق اجي 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 كلشي يجي كلشي 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 هيات اجي 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 سولوا معنا الله يرحمكم الوالدين اجي وعدنا اجي وعدنا اش كانت واش كانت قارن نشكت الفريق ابدا في تنفيذ الخطه ديال الحلقه نتابعوا واش غادي تكون فعاله اش كبروا كبروا الدوره كبروا الدوره كبروا الدوره امون امون اش 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 قلبوا على محمد شو عز مشي محمد عنده عز ذكرت ناصر انا زدت عشرة خاصنا عشرة شوف شوف لقينا واحد دخلنا شاكرين بحال البرنامج في التلفازه انيغما تحدي تتفرجوا فيها هذوك اللي تهزا انا قلبوا في السكوت على الدقيقه عرفتوها حنا دابا المسابقه اللي عندنا وصلنا حنا هنا لساحه السنه قالوا لنا غادي تمشيو تقلبوا على 10 ديال الناس كل واحد يكون سميتو محمد عنده لاكارت ناسيونال تكون لاكارت محمد ماشي محمد هاو 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 انا لاكارت انا لاكارت ديالك يا محمد الله يرحمه الله عاونه يلا انا ما كاينش خير شي حاجه اخرى الله يرحم الوالدين هاويتك الله يفتح عليك اش حاد ديك ولكي راه القضيه اليوم الفينال وانا يربح الا درت 20 مليون الا ما عاونتوناش اش تعرفني واش كاد تمارا ارتزان غيجمعوا 10 الناس اللي كيهضروا على هادو راه دارتها مغارتينو حين ها سيبوا لنا عاونونا الله يرحمكم الوالدين جيب عاود عاود لاكار انشوف بلاصه اخرى نبقاو نضيعوا في الوقت هنا اصقرتي الماء صاحبي الناس كيقلبوا يعاونوني هو سميتو محمد وما بغاش يعاوننا بالكارت ناسيونال ديالو ويعاونني وزاد كثر عليا الاسئله بزاف هاك بعدا الحلاوات امز الحلاوه اش شتم على الحلاوه بعدا ما نزاد انا محمد على لاكارت نك بسم الله الرحمن الرحيم شتم بعدا اي عاود زوج ربعه وي وي حاج ما شاء الله لا واش زيد انا انا لا كذا محمد عاوني الله يرحمك الوالدين عاوني الله يرحمك الوالدين عاوني اسمع حينا حينا عشره لا لا واحد جوج ثلاثه اربعه لا احنا خليكم هنايا لا مشو معانا مشو يلا معانا يلا معانا صحاب لاكارتا يمشوا معانا صحاب لاكارتا يمشوا معانا باش يبانوا التلفازه وشوفوا الناس برنامج صافي ساليتو ولا مازال؟ دابا حنا خصنا نجمعوا 10 الناس. انا كنشارج اخويا. افتح عليك تعاون معنا. واك باش نطيحوا خليك. الله يسرك تعاون. لا لا استنى نخليو لك مع شي لا ماشي نخليوك خصك تبقى معنا الله يفتح عليك. لا كلام محمد ياضني.
تمشي تشارك معنا وتشوفوك الناس تشوفوك الناس اللي غادي الله يفتح عليك تعاون معنا الله يفتح عليك ما بغيتيش غير على خاطرك هي هذه واش غندير نتوما اللي خصك ديروا هاد الخدمه تكون بالزربه ماشي حنا كنقلبوا على محمد محمد حنا نولدوه اجي معنا اجي سميتك محمد عندك لاكارت ناسيونال شريف ما هزاش معك ما عندك شي حاجه تدل عندك سميتك محمد عندك شي ورقه شي حاجه ماشي صعيبه انك تلقى سميت محمد في المغرب هي موجوده غير دابا حنا كنا لقينا شحال من واحد سميتو محمد ولكن ما عندوش لاكارت وشحال من واحد تلقاه سميتو محمد وعنده لاكارت وما باغيش يمشي معانا عندي الله يجازيك بخير دابا لعبين لعبه ياك في التلفازه خاصنا نجمعوا 10 ديال الناس سميتهم محمد باش ندوزوا لواحد المرحله الله يجازيك تعاون معنا شي بقى معنا الله يجازيك راه كاينين واحد ثلاثه ديال الناس يلا معايا الله يجازيك ولا بغيتي تسنانا هنا نجيبو نكملو نمشيو ونوريوك فين هادي شوف جلس هنا تسنانا ها واخا جي ريح الشريف الله يجازيك صافي احنا نعولوا على كاس نعول على الله ونعولوا على كاس الشريف صافي الله يجازيك تسنانا ندخلوا للسوق نجيبو اللي باقي خاصنا نجيبو شي سا ونجيو صافي صافي الشريف الله الحمد لله الوالدين السلام الشريف سميتك محمد سميتك محمد صافي تا خصنا نجمعوا صافي سميتهم محمد يلا يلا محمد عندك لاكارت ناسيونال الشريف هز معك لاكارت عندك اجي تنانا غير هنا مع واحد راجل تا هو سميتو محمد خاصنا نجمعوا 10 ديال الناس سميتو محمد باش نتاهلوا لواحد اللعبه اخرى الله يجازيك بخير عندك لاكارت ناسيونال خويا لا حبك هو واحد اخر خويا عافاك بقى معنا الله يسهل عليك صافي خليها لا لا دغيا دغيا حنا نقلبوا على اربع شي خمسه الناس اول سالي هاد السيد يخلص شي حاجه بقاو خمسه الا بقاو تيتسناونا دوك الرجال دابا لا اجي اسف اولا فين اولا اخويا انت اخويا انت وهذا الراجل وهذا الراجل هذا صافي انت تسناونا غير هنا نجيبوا واحد جوج وما لقيناهم لا 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 ان شاء الله نلقاوهم اجي اجي اسف وقف هنا وقف هنا الله يجازيك بخير فينا السلام عليكم اول مرحبا مرحبا محمد مرحبا الله الله تبارك الله تبارك الله الخيرات معاك خيرات لاكارت ناسيونال عندك؟ لا خويا لا ايوا ما تشاركش معايا في المسابقة محمد عندك لاكارت ناسيونال؟ لا ريسيرشي ريسيرشي محمد ريسيرشي ريسيرشي ها هو اجيو عند الأستاذ ديالنا صافي أستاذ كبير ها أهلا أستاذك السلام عليكم كيف دايرين؟ السي محمد أستاذ لاباس عليك عمل الله بخير الله يبارك فيك راكم شاطرين شي حاجة تبغى تبقى معنا محمد لا لا دابا غنجيبو واحد 10 ديال الناس دابا عندنا دابا غتعاون معنا هنا تدخل معنا للسوق وتشوف الناس واحد سميتو محمد الله يرحم والديك الله يفتح عليك استاذ انت تبارك الله راه زيد عليك زيد شكون سميتو محمد محمد المرح اللي بان على عبد اللطيف هو فقط تكتيك كلنا كنتذكروا باللي سبق اعترف باللي كيلجا لهذا الاسلوب باش يستدرج الناس ويردهم كينفذوا داكشي اللي باغيه منهم زيد انت زيد حيت هنا عندنا واحد المسابقه بقى لنا جوج ديال الناس جمعنا 8 قالنا نجيبوا 10 عطينا واحد جوج دقائق خمسه ديال الدقائق الوقت ديالك الله يرحم الوالدين دقائق من الوقت تعاون معنا الله يخليك جارك دابا منقول في الاذاعه اللي قبل التحدي مدينتي زاي الله يرحم الوالدين كل عندك شي في الروج سميتو محمد هاو هاو فينا فينا هو جسمتي ما عليك الزامي بارك واش ليك سيدي تخلي شي واحد في المحل ياك زيد سيدي زيد سيدي صفيقات على محمد محمد يا ولدي تتكبر ان شاء الله ندير لك الحال تاع شط عباد الله انا راه تزخر صفيقات على محمد محمد خير وين كلشي على كارت محمد اللي عنده سميت محمد يجي معنا يلا الله يرحم الوالدين يلا حدا الجامع حدا الجامع السنه تحيد البلوزه عجبتيني السلام على رسول الله الى الزايد هذا سيدنا محمد يلا خويا يلا الله يجزيك الله يرحمنا الله يجزيك باقي شي واحد فينا هو ذاك الراجل الاخر عفاك الله يجزيك اخويا انت وقفوا غير هنا باش ما ندوخوش الياس فقد العديد من الناس اللي سميتهم محمد لسبب بسيط
هو انه ما خداش منهم لي كارت ديالهم بحال عبد اللطيف. راه باقي واحد ليها، باقي واحد اللي خليته. باقي قالوا لي فين هو؟ لا واحد اخر محمد اجا شرف لحظتك اجا تسناو غير انت يا خويا لحظه. يلا نوال يلا يلا الله يجازيكم بخير وسمحوا لينا. واش خلطوا بيناتكم؟ واش جمع عليكم هادشي اللي تديروا؟ والله الا شفتوا لحظتك اخويا رجع الله الله يحفظك ابرصونا الله. اجا اخويا اجا اجا سيدي محمد اجا الله يجازيك بخير. الياس راه باقي لينا ثلاثه الاخر مشى حتى هو. راه قلت لك باقي لينا ثلاثه. اجا اجا محمد اسري عندك لاكارت ناسيونال ابقى معنا الله يجازيك بخير. عندك سميتك محمد الله يجازيك. اجا اسري فهو الاخر اسمح لينا سي اجي شرف وقف معاهم الله يجازيك بخير وقف معاهم. الله يحفظ الوالدين اخويا تعاونوا معاهم. دابا شحال 8 بقاو لنا جوج. الله يجازيكم بخير انتما صبروا معنا الله يصبر معنا اخويا. شكرا عبد الله وعبد اللطيف. دابا يا قبل ما نعطيكم هاد الجوا والمرحله الجايه اللي تتسناكم في البرايم الاخير، هاد الناس قلت لي سميتهم محمد خاصهم يعطوني لاكارت ناسيونال. عطيني لاكارت ناسيونال جمعتيهم نتايا. جمعت عليا باش يعرف ليا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إذن بقوا معايا وغنتسناو نوال وإلياس يجيبوا عشرة الناس ومن بعد نعطيكم الجوا اللي غايقول لكم فين غتمشيو للمرحله الجايه. انتم اول فريق وصل عندي هنا لساحه السنه، وكما قريتوا في الورقه بان الفريق الاول اللي غادي يوصل عنده امتياز ديال الوقت 3 دقائق. اذا غتمشيو قبل منهم 3 دقائق في المرحله الجايه. هما راه داروا معنا الكلمه. شكون سميتو محمد اخويا؟ انا الله يحفظك اخويا. شوف ناري يلا معنا لحظتك غير ليها صافي سالينا بقى تجي ناقصنا انت. اجا خويا يلا لحظة صافي جمعنا 10 زر 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 تحكوا لي الوالدي لما جرب. رجعنا جبنا جوج وحدين اخرين عاد لقينا الناس ديال عبد الله وعبد اللطيف لقيناهم فوصلوا قبل منا. اذا جمعتوا لي 10 ديال الناس باش نعرف واسمياتكم. محمد عطوني لاكارت ناسيونال نشوف. الله يخليكم سمحوا لينا سيدي محمد. بعد ما كملتوا هذه المهمة هنا في ساحة السنة تتسناكم مهمة أخرى، ولكن الجواب كاين هنايا. أنتم الأولين اللي وصلتوا عندكم 3 دقائق ديال الامتياز. تفضلوا الله يعاونكم. وأنتم غتبقاو حدايا 3 دقائق ومن بعد غتمشيو. يجب عليكم الذهاب إلى محل تجاري اسمه مجوهرات فراس يوجد بسوق دلالة بالمدينة تيزنيت. سوق دلالة. غنسول على سوق دلالة. ورا سوق دلالة. خويا واحد كيبيع هادشي ديال النقرة هنا عافاك. كاين شي واحد كيبيع ديال النقرة؟ شي واحد كيبيع النقرة هنا؟ صاب النقرة خويا صاب. ها واحد ها واحد. السلام عليكم. سلام عليكم. يا سيدي بخير. سلام عليكم. يا هذيك فين هي؟ لا غير خلوها تلقاها. شكرا بسم الله. أجينا الحمد لله على مراتي. يجب عليك الذهاب إلى صياغة أيت بعمران للمجوهرات. بوج 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 بمدينة تلاك الخصاص. تلاك الخصاص وأنا مشيت تلاك الخصاص. هنايا تاكسي تاكسي غير تاكسي 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 تلاك الخصاص. ها هو كيوريك التاكسي الحمراء وراه. مانيش أنا ياك أستاذ. بسم الله. ثلاثة جوج واحد الله يوصلكم بخير وعلى خير. تشجعينا أوان أوان تشجعي ودي ورش. شتو تاكسي صغير ما نتصل حتى واحد خويا. تاكسي ديال ثلاث خصاص. دينا التاكسي ديال ثلاث خصاص. واخا تاكسيات ديال ثلاث خصاص. يلا غنشارك مع البرنامج. سلام عليكم. سريف واحد الامان هذا ها خويا. هذيك لا واش دير شتي هذه شدي تخصص دو الطوبيس تاكسي ولا لا؟ تاكسي. خرج هذا الطريق هذه تقريبا جوج شكون؟ ثلاث. خصك شتي تاكسي صغير سير ودينا ثلاث خلاص الخصاص لحظتك.
قريب قريب شويه سيما خويا 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 عافاك عافاك صافي خويا دينا ثلاث خصاص الله يمشي لك في واحد المصالحه ثلاث خصاص انا في الشطار هكا سلام خويا دينا ثلاث خصاص الله يحفظك بزاف الله يجازيكم اخويا الله يحفظك شيخ عافاك اخويا سهل عليك غير تعاونوا معنا تعاونوا معنا الياس ركبوا في الموتور ما كاينش جات الماطر يلا ما لقيناش لوطو ستوب بسهوله لقينا غير واحد الجماطر قال لنا نوصلوكم فتوكلنا على الله قلنا وركبوا واخا هي تتخاف من الموتور بزاف يا الله غادي يدير بيا امر ما تخافيش زير فيك صافي حنا صغار هنا اتبع هذا اتبع هذا اتبع هذا اتبع صافي استغنى استغنى صافي غير هنا صافي ما تبارش يوم تما وصلوا اه هادير الاوتو ستوب غيوصل ما شتاش درنا عندنا روطار عبد الله بزاف عندنا روطار حنايا عندنا روطار بزاف وهاد المرحله ما الاوتو ستوب هاد المرحله فينا يا الاوتو ستوب جا واحد الطاكسي تاعهم ها جاوب هنا الاوتو ستوب جا الاوتو ستوب يا شتو تاكسي واش شتو تاكسي شوف شوف شتو تاكسي ولا الاوتو ستوب ولا سير اخويا سير عافاك عافاك شدو تاكسي تاكسي اللي غادي للخصاص فين هو ثلاث الخصاص ثلاث الخصاص يلا الياس 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 يلا سير الله يسهل عليك الشريف سير سير يجب عليكم الذهاب الى سياره عتبة عمران للمجوهرات المكان موجود بمدينه ثلاث الخصاص ما دوبلش نوال وإلياس علقوا على السائق اللي راكب مع عبد الله وعبد اللطيف لأنه دوبل في خط متصل وفي مكان خطير الفيراج لكن بعد ثواني السائق اللي راكبين معاه غادي يرتكب نفس الخطأ حيت كان الجبل قالك ضروري أنا ندوبل الكاميو ما يمكن ليش نمشي بشوية ضروري خاصني ندوبل قصة أخويا شوية مع الأسف الطاكسي دار واحد المخالفة أنه تجاوز في خط الوصول واضطرت اللجنة أنها توقفنا السلام عليكم قف قف سي عنده راه غادي يجيين عنده صاحبي هما اضطرينا باش نشدو ترونسبور آخر مع الوقفة بالينا واحد مول الشاحنة واحد مول الكاميو جاي وقفناه ما شيرنا ليه وقف لينا نرى الخصاص عافاك الله يرحم الوالدين المسابقة كيف يركبوا كاملين هنا؟ اللجنة التنظيمية وقفت فريق نوال وإلياس أيضا لنفس السبب اللي ذكرنا من قبل الناس كيدوزوا ما كيبغيوش يديونا على ديك البلاصة واخا كانت قريبة ماشي بعيدة من هذيك البلاصة اللي ماشي 5 كيلومتر وقيلة ما كاملاش كاع حباس حباس عافاك عافاك السلام عليكم شريف مرحبا بنا عندكم شوف الله يجازيك بخير ما نطلبك واحد الطليبة حنا مشاركين في واحد المسابقة وصلنا ثلاث الخصاص الله يجازيك بخير والله مشيت الخصاص غادي ما عنديش الله يخليك الله يجازيك بخير ماشي تاكسي هذه عرفت الله يحملك الوالدين تعاون معنا بحال تعاون مع وليداتك والله الا مراتي رجليها دارينا الله يجازيك الله يجازيك بخير بحال تعاون مع وليداتك الله يجازيك اخي هوا طلع يا نا ندي 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 اليوم فينا غنتقساو منكر جامع فينا؟ عاد هبطة وخير ياك الله يرحمك الوالدين الله يجازيك بخير اسمعنا شو اسمك الله؟ حمادي الله يرحمك الوالدين خليك صحتك ما يفتح عليك اخويا سمحوا لنا بزاف قبل ما يشوفونا سير اصاحبي سير دخل 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 اسمع عمران اسمع عمران اسمع عمران اش اش غزال اسمع السلام عليكم السلام عليكم كيف داير الشاف؟ هذيك الأمانة الله يرحم الوالدين صافي ما كاين والو مداخل بسم الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وري لي الكادو صح ولا اقتسم من الاسلام يلا الله يعاونكم تا شوفينا شوف شوفينا اجينا غبر ما يشوفوناش اجينا غبر ما يشوفوناش اجي من هنا اجي من هنا لا لا الشارع 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 باش ما بانوش ما عرفوناش فين غاديين اجيب عليكم الذهاب الى بوزاكر 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 اي شي واحد يدير بوزاكر خويا شي حوايج يبيعوا القراب محل اجينا هنا السلام عليكم سريت لاباس لك واحد الامانه سريت نعم واحد الامانه الله يجازيك اخي شكرا شدي هذه
شدي هذا الحرف هذا، راه كاين واحد الحرف هنا. بويسكاران الطريق ديال بويسكاران اخويا. بويسكاران. اه من هنا. علمني. مشيت في بحال برنامج التلفازه وغادي لبويسكاران. فين البلاصه؟ بوزاكر مزال شونس وصل ما غنوا على القلب على السيد باع المتجول. نمشيو اسيدي. دير اسيدي دير. يلا شحال كتدي تما؟ شحال كتدي؟ من شكا؟ يلا 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 عطيه ما عندوش ما السيد. يلا زيد. حط في الوقت. حط ساكك هنا لوح. بسرعة بسرعة بسرعة. تاي خويا تاي تاي. عطاك 300 ريال ياك؟ 400. تاي تاي صاحبي صافي. سافر للبحث عن بائع متجول معروف. لا شوف كاين واحد شي سيد كيبيع تما كيبيع الحوايج فوا قال سي سم فوا سميتو فوا وانت هو جاوا كيدور كيدور تما كيدور ياك فوا بوزاك فوا معروف كيبيع الحوايج كتعرفو اللي كيكون واقف الوالدين صافي سيد مالي غلاف هو يجلع والفوا فوا اه كيبيع متجول كيبيع زنزه الحوايج هذا ما تبوليه عنده الكروسه عنده الكروسه عنده الكروسه هي عنده الكروسه كاين جوج كاين جوج 140 درهم لا 140 ريال الواحد الواحد يلاه يلاه اخويا دينا ما تسنى البلايص بزاف لا لا غير زيد انا خلصوا لك زيد زيد لا ما ضربينا الشريف الله يسهل عليك عم مسابقه حنايا ماشي حنايا جايين نتسارعوا ايوا تعاونوا معنا معنا الياس بشوية ولا دم عصب هو تيبقى يزيد ينقر بزربة اخويا اللي عندك بزربة ما عاد صافي تتفاهموا من بعد اخويا واش حنا غناكلوك فلوسك غير سربي شكون غيدينا دابا شكون؟ سربي الشريف سربي سربي صافي اخويا خليه يركب خليه يركب الله يجازيك الشريف دغيا الله يحفظك دغيا الشريف الله يجازيك بخير راه مسابقين واحد الفرقه الله يجازيك عندك السين سير السين الخط المتوسط ما تدوبلش فيه فين هذيك الورقه اللي الاخرى السلام عليكم فوا هو هذاك ياك صافي فوا فوا قلنا لك الحاج السلام عليكم لا الحاج سي فوا الامانه الامانه فوا طيبات اكيد سي فوا لاباس زاد بسم الله بسم الله عطينا الامانه عطينا الامانه هي اللي نقراوها أمانة الأمانة بسم الله استقبلنا مسكين بقطيبات وكنا في أمس الحاجة اليوم كنا جينا فينا الجوع ووجهنا السيد الحلاق أنا منع ها؟ أنا فين كاين؟ ما في الحلاق فين هي؟ دار يوسف من زي يوسف؟ قرب واحد سرس كيف ما يسكر يوسف ما يسكر يوسف؟ شكب يوسف يلقى حلاق حلاق يلقى هاريكة اللوتار زي يوسف مغني نزل عنده فين أم اللوتار؟ فين ورينا أم اللوتار؟ مرحبا بكم صاحبي السلام عليكم سي يوسف كيف حالك سي يوسف عندك واحد الامانه اهلا وسهلا اكيد يا رجال علاقه لاباس عليك ما عندناش الوقت بغينا نحسنوا ولكن ما عندناش الوقت لا 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 صافا شويه صافا شويه بخير ارتاح ارتاح لا لا غنمشي باقي لا لا ولا لا لا ولا لا لا المسابقه تبع الطريق لا ولا الامانه تبع الطريق والله وارتاح يلا عطيك خديتي انا الامانه ما كاين ولكن عندكم واحد الكود اللي تقولوا الكود فهمتيني هو بيت الله ريحو انت لو انت مازال سينو لا بس طلع طلع مش طلع طلع مش طلع يلا عبد الله يبقى نطلع بيت الله ريح ريح مشينا عند يوسف الحلاق عطانا كلمه سريه او كود استطاع الطيف يعقل عليه بسهوله حيث هو كيتقول اللغه الامازيغيه وخلقنا معاه شويه الجو وكملنا المسيره ديالنا ديف الله حتى الواد بدا ياكل عيب عيب اسكت اصاحبي مرحبا هو هذا بسم الله صافي ربي الوالدين بسم الله بسم الله ديما بسم الله ديف الله حتى الوان حتى الوان ما زيتينو ياكل قيس العيب اغتوى ديف الله حتى الوان ما زيتينو ديف الله ياكل قيس العيب اغتوى ديف الله حتى الوان ما زيتينو ديف الله
اكل قسلعي في غساور دير الله ادر وانت لازلتينو دير الله اكل قسلعي في غساور شاكل مع حد الانيس انيغما التحدي اللي عمرك تفرجيها في ميدان الله يرحم لك الوالدين وغادي نقول لهم اليوم نيرفينا انيغما الله يجازك بخير على خطك الله يحفظك يلا بسم الله الوجهه التاليه للفريق هي قلميم الله حماد الله فيك انت من هنا ولا من قلميم لا طاطا آه مش يا غادي ان شاء الله طاطا غادي نقول مين الله يسرك لينا الله السلام عليكم الشريف السلام عليكم واحد الامانه ديالنا شوفوا لاباس بخير واحد الامانه الشريف عافاك انا ما عنديش ها شكون يوسف شكون يوسف اجي يوسف قول لنا سميته شوف فين كاين خلا خسر سير سير يلا سير اجي نواه زيد فيه السلام عليكم لحظه عافاك مزروبه السلام عليكم الله يحفظك اش من بريه بدا اش من لا 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 وريه هو بدا نشوف هاد الامانه ديالك ريح قالينا جلسوا حنايا باغين غير نتسابقوا باغين نجريو خصوصا عرفنا الدراري الاخرين سبقونا هو قال لا جلسوا وارتاحوا قولوا ضيف الله اثر وانت ما زرتينو ضيف الله اشواج ما زينو اسكت اسكت ضيف الله اتروانت مزينو لا شكشي بلاتي ضيف الله اتروانت مزيرتينو ضيف الله يا كورجيس لعيب يخساور ضيف الله اتروانت مزينو ضيف الله اتروانت مزينو تمازيرتينو قال لينا غنيو حنايا في الغناء بغينا غير نجريو نمشي انت مزروب وتتقاتل واحد يقول لك جلس غني بارك الله عليكم ولكن غادي نقولوها بالنشاط كامل ضيف الله ايوا تحية ليكم غادي نقول ميم اخويا دينا معك الله فداك يلا يلا ناول يلا ال اتكون ال كاينه الفرا كاين خاص ناقصه وحده برا كيف تفضلت هابط الشيء وراء الباب شتي صافي هو هذا هو هذاك الباب لحظة الشيء هو هذاك شتي الباب ديال الانيغما يا ربي الله يحفظك أنا لا يخطيك لأنه ما يسهل عليك يا ربي يا رحمن جاش معك من المستاذ مرحبا قالوا على منتصر ويجي سعراوي قلت لي هو منتصر كينش قال المستاذ بنت ليكم احنا باب الصحراء مدينة تقول مين وقلنا نستقبلوكم في الفريق الثامن باللباس التقليدي كما تيقولوا هنا بالحسانية يويني بكم وتيقولوا عاوتاني تيقولوا شطاري فيكم كي كان الطريق بزاف الطريق كانت جيدة ومليحة وغاية وتمحدنا كثير اليوم خاصكم تمشيو تغداو ضروري وتقلبوا فين تباتوا وانا غدا الصباح نتلاقى معكم ان شاء الله صافي شنو نتغداو شنو صباح الحيوة يلا بالصحة مع السلامة هاو 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 بركة 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 لك بركة لك بركة لك بركة على السلامة الله يسلمك الله يسلمك بصحتك الله يعطيك الصحة غنخليكم تمشيو تغداو وغنقول لكم بان هاد الليلة غتباتوا هنايا خاصكم تقلبوا على فين تباتوا وغدا غادي نكملوا السباق نحو النهايه ان شاء الله تفضلوا ترتاحوا ونتلاقاو غدا ان شاء الله هادو اللي درتي فيه فرماج لوطير ديال الفرماج وفي املو وفي كوفيتير في كلشي صافي عمل انا عمل بلاتي بلاتي سي سخاري بسم الله محمد علي مباشره بعد مغادره منتصر بدا البحث على وجبه الغداء قبل البحث على ماوى البميت وي صبت عندكم شي شلبات اش انا واه ادخل داخل دخل داخل عين اش عندك الموطور قلنا نمشيو نطلبوا شي سناك وفعلا مشينا اول سناك دخلنا عنده بارك الله فيك ميرسي ني كان ما تشرطوش رحب بينا وقلنا مرحبا بكم والدنيا هانيه وخذوا راحتكم وحط لينا فعلا واحد الغداء معتبر بوكو اخويا والله الا سمحوا لينا اخويا سمحوا لينا بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم تبارك الله تبارك الله تبارك الله واه لا راحه الله الله انا انا خوت درت لي كي كان ولا بقى ليا فراسي
شريف السلام عليكم. لاباس بخير شريف؟ حنا مشاكين في واحد المسابقه في دوز التلفازه زي من الرباط حتى لهنا غير اوتوستوب وتنفتحوا غير عند الناس. الله يجازيك بخير. الا ما كناش نخلقوا لك شي مشكله حاجه الا ما كناش نخلقوا لك شي مشكله نصدر. بارك الله فيك. الناس ديال الفيلم راه مكرام. بسم الله سمحوا لينا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اسي. شكرا. انا وليت معاكم. انا وليت منكم. انا لابس الدرس ديالكم. الله الله الزي كاع جا معاك بالزهر. وليت بحال شيخ القبيله. انت دريك راه قاعد صحراوي منه. والله هذيكم انا ميت ناقل لواحد. والله والله عالم. وانا نزل غير علفوني ورشحوا لي انتخابات ونزفت لكم القودرون. دابا حنا توحشنا الطواجن ديال الدار غير، ولكن تمشيو هكا عند الناس تيتهلاو فينا هكا وتيديروا لنا طويجنات وداكشي. حنا اصلا كندير الطاجين. حتى حنا في الدار تناكلوا غير الطاجين. شكرا اخويا. شكرا شكرا اخويا. سمح لينا الوالدين اخويا تهليتي فينا باتاي. شكرا. باش يلا تشبع من اتاي ما تبقاش نهار كامل اتاي 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 اتاي. زيد اسدي مرحبا بكم. تعشاو. ولكن فينا ماما لي الدار. زيد تعشاو معانا. زيد يا لالا زيد سمحوا لينا. بارك الله فيك. سمحوا لينا. كل الحم ديال الجمل انا وين غدا يكون عندنا ركابي ديال الجمل ان شاء الله. وين مزيان اول مره صندوق. اول مره ان شاء الله تنا عرفتي جاني بحال البقره. هو صغير فعلا زوين والله زوين. صباح جديد بكل المقاييس. اليوم هو آخر يوم من عمر إنيغما التحدي في موسمها الثالث. اليوم هو النهاية. شكون بطل الموسم الجديد؟ دقائق ونعرفه. سمعت صوتك. الله يجيب لي فيها الخير. امين. الله يعاونكم. امين. الله يعاونكم. سلام. سلام اخويا. ديما 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 النبي الزعتر ندير لي انا النعناع ديال اليوم. النهار ديال الاعصاب وضبط النفس و المهم اللي ضبط النفس ديالو راه هو اللي غادي يديني ما شاء الله. واللي عنده الزهر بواحد النسبه مئويه كبيره هو اللي غيربح ان شاء الله. ما غاديش نفكر بزاف. اول حاجه نتجهوا للطاكسيات الكبار ولا الصغار، خاصه الكبار هما اللي تيخرجوا على المنطقه. جاب لا تيسير في اوتوستوب راه حنا غنديرو. جاب لا جاب تيسير في الطاكسي راه غنمشيو في الطاكسي. دونك ما دقيقه راه زايده فينا هذه المساله. هذه تتعلق بالدقائق، ما خصكش تضيع حتى شي دقيقه. كنوجد له الخطوه تاع القادم منها منها بالنسبه للفريق سما راه طبيعه الحال غيكون ما يطرحش معنا حيت هذا معروف عليه ما خاش علينا وغيكون يحاول يكون هو السباق هو الاول. دونك خصنا ناخذ الاحتياطات كامله من هذا الفريق. صباح الخير عليكم. حنا بقلميم بوابة الصحراء اللي غادي تنطلق منها المرحلة الأخيرة من البرايم الأخير، البرايم 8 إنيغما التحدي على قناة ميديا آن تي في. عبد اللطيف عبد الله صباح الخير. نوال إلياس صباح الخير. إذن أنتم تأهلتوا النهاية، النهاية قريبة. بغيت قبل ما نقول لكم المهمة اللي تتسناكم اليوم باش نقول لكم تبارك الله عليكم. إلا وصلتوا هنايا للنهاية هذا تعني بأنكم عندكم واحد الصبر، بذلتوا واحد المجهود كبير، تحديتوا كل الصعاب، ولكن الحمد لله هانتوما يا وصلتوا للنهاية وتبارك الله عليكم. تنصفق عليكم تنقول لكم. الآن غنعطيكم هاد الجوايات. هاد الجوا كل فريق يكون عنده جوا اللي غادي تفيه تلقاو جميع المعلومات والإرشادات باش توصلوا لعندي اللغز وتجاوبوا على اللغز. وكاينين هنا أربعة الكراتن، كل فريق ياخذ جوج كرتونات. ملي تحلوا الجوا غتعرفوا شنو خاصكم ديروا. قبل ما نقول لكم آخر مرة انتشروا في الموسم الثالث من برنامج إنيغما التحدي، مرة أخرى تنقول لكم
راه نتوما يا وصلتوا، راه الفريق اللي ما غيفوز خاصو يقول بانني فزت، لانني تعد، لانني تحديت كل الصعاب كل المشاكل، والحمد لله انا وصلت هنايا. متفقين؟ بغيت نشوفكم ضحكين هكذايا. هزوا لي ساكادو ديالكم. خففنا عليكم القضيه، ما عطيتكم لا دجاج لا ماعز لا والو هذه المره. ها ممكن نديروا فيه شي حاجه اللي تقلنا. اذا نوال الياس، عبد اللطيف وعبد الله، ردوا بالكم مزيان، قراوا شنو مكتوب هنايا. مستعد عبد اللطيف؟ ديما تنبغي نعطي انطلاقه حتى تبدا تتحزم. يلا حزم مزيان. اذا نوال الياس عبد الله عبد اللطيف لاخر مره في انيغما التحدي، غنقول لكم انتشروا. نوال جيش قراي جيش قراي جيش قراي. عبد اللطيف كتهرب بزاف، هربطني معاك. يلا بعدي يلا بعدي. شوف هاد السيد هذا، راه معناتها ظاهرك وفي الطوموبيلات، علاش تربطني؟ السلام عليكم. السلام عليكم سيدي بخير. مشاركين في واحد المسابقه انيغما التحدي في التلفازه. وانا نمشيو لواحد يجب عليكم الذهاب للوزين الجديد ديال القرموص الهندي. الله يرحمك الكائن بمنطقه الصناعه سيدي افهم. الله يرحمك الوالدين سيدي افهم. خصنا نمشي لسيدي افهم الكائن سيدي افهم. تاكسي هاك هاك الحي الصناعي الحي الصناعي. عندك عندك هو على جال شريف عفاك شريف. الله يجازيك بخير، دينا اللوزين الجديد ديال القرموص الهندي. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. الله يرحم الوالدين. النهار اليوم الفينال اللي بغيتي تدينا. الله يسهل الله يسهل عليك. اللوزين الجديد ديال القرموص بسيدي يفني سيدي يفني. نعم تدينا. اللوزين الجديد ديال القرموص الهندي كائن بالمنطقه الصناعيه بسيدي يفني. الله يسهل عليك. تدينا الطاق ديال سيدي يفني. تدينا الله يرحم الوالدين. يلا ميرسي بوك. اذا الكرتون اللي مع الفروق خاص بالهندي. اللوزين ديال الهندي دينا مشاهد المسابقه سيدي افني الوزن ديال الهندي. الله يرحم الوالدين. سيدي افني الله يرحم الوالدين. لا ما كانش اخويا قربنا طاكسي خويا عفاك غادي سيدي افني الوزن ديال الهندي تدينا خويا نشارك المسابقه في التلفازه. خلص توقع خويا ماشي مشكل. يجب عليكم الذهاب الى الوزين الجديد ديال القرموص الهندي الكائن بالمنطقه الصناعيه بسيدي افني، ولكن قبل الوصول لهذا الوزين غادي خصكم تعمروا هذا الصندوق. خويا قريه ميسي فين جات؟ كاين شي واحد يبيع الكرموس قبل ما نوصلوا لقريه ميسي خصنا نعمروا هذا الصندوق بالكرموس. خليك حدايا يلاه حدك ركز معايا القرايه. اجي القراوه مزيان ما قريناش الورقه مزيان. عرفتي يا عبد الله شفتوا فاش ركبنا في الطوموبيل؟ عرفتي كان يخرج لي العقل. السلام عليكم. دقيقه السلام. مشاركين في واحد المسابقه الحي الصناعي ديال سيدي افني. الله يجازيكم بخير. الله يرحمك الوالدين. سيدي افني الله يرحمك الوالدين. مرحله نهائيه. شنو عمرو الكرموس بالكرموس؟ مش قدرت توصل. غادي الوزين ديال الكرموس. الوزين ديال الكرموس الحي الصناعي. سيدي الحي الصناعي الحي الصناعي الله يرحمك المهمه ديالك في هذا النهار. مرحله نهائيه اليوم الفينال. لا مرحله مشاركين على البرنامج. نوال هاك شكرا اخويا. عافاك الطاكسيات اللي كيمشيو لقريه ميسي قريه ميطاكسي ميسي ديال ميسي. هو هذا شكون هو هذا شكون هو شكون اللي يدينا دابا؟ مول طاكسي مول طاكسي مول طاكسي. فين هو مول طاكسي؟ ميسي دينا قريه ميسي قريه ميسي قريه ميسي. قريه ميسي. يلا 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 اخويا حنا خلصوا. شحال تديو؟ شحال تدي؟ يلا يا 300. يلا يلا قبل الوصول لهذا لوزين خاصكم تمشيو تعمروا هذا الصنادق بالكرموس قبل ما توصلوا لقريه ميستي. فاش خدينا الجواب في الانطلاقه فاش عطانا الانطلاقه منتصر بات لنا سيدي افني هي الاولى. وبعد ما قرينا مزيان المعلومات عرفنا اننا خصنا قبل ما نتجهوا لسيدي افني خصنا نمشيو لواحد المكان قبل من سيدي افني. ولا ناخذوا منه الكرموس ونعمروا الصنادق عاد نتوجهوا لمدينه سيدي افني. دونك الانسان الا ما ردش البال يقدر يمشي في طريق الخطا وهذه هي انيغما. زيد حنا خلصنا. ما تخافش ما ناكلوكش في الفلوس. هاك اخويا كيزيد الله يسهل عليك يلا. واو على مرض. شريف عافاك اخويا لا ما سربي. بزربه عافاك واحد الفريق غادي يجي يسبقنا. الله يجازيك الفينال. قول له حنا في الفينال. يا ربي يا ربي. فدعيو معانا.
الله يرحمكم الله يا بيه ان شاء الله دعيو معنا شي دعوه ديال الخير نفرحوا واحد الحاجه واحد الوليده واحد الشيبانيه صيفطوا الحج انا عندي شي كرطونه ولا شي كاغيط غلاد وغادي نقطعو الميكر غادي تقوب وغيدخل لك الشوك في يدك وغادي يضرك حط لي سير سير حط لي صندوق عمرت الصندوق سير عمرت الصندوق هادشي راه ما فيهش يا الزا واحد وحدك رد عليك خمام شاضرب اضرب اضرب شفنا مول الكرموس بيشيل علينا بحجه هو قطعوه هما الكرموس تبارك الله كي داروا لي هذا ما وصلوا واش كيفاش داروا لي كيفاش داروا لي صافي وبدلوا ترونسبور اي اي هذاك الشيء صافي هما هذاك لاحظنا ان فريق تمارا فاتنا ولكن احنا كان الهدف ديالنا اننا ناخذوا الكرموس نعمروا الصنادق هذا حيث عرفنا واخا يفوتونا راه خصهم ينزلوا ويعمروا الكرموس ويبقاو يتسناو شي اوتو ستوب اخرى ديالهم داكشي علاش كنا مرتاحين ما عندكش شرف شي جورنال لا صافي شوف يلا اليس قطع قطع هاي هي واحد اي واحد شدي لي غير هاني شتي انا نشوف الا كان جاي شي طوموبيل انت دير الاوتو ستوب ردي البال للاوتو الطريق راه في الورقه راه في الورقه وا بقينا هنايا صافي معليش انا ماش كيفاش داروا ليها هما صافي انا ما تسوقينش اوف علاش ما نسوقش الياس راه الفينال هذا راه اللي جا الاخر في الوقت اللي الياس كيفكر في الطريقه باش يحيد الهندي كان عبد اللطيف وعبد الله سلاو من جني الهندي يا ربي يكون خير عمرتي شوك معليش انا غتعمرين شي غير هذاك ماهي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بدي واحد تحيش لي الله يركبوا عليه ماهي العافين وصلنا وصلنا سيدي في هذاك التحيش لا اول شيء احسن بعدك سلام عليكم خويا خويا برنامج جديد شاكل برنامجيني في التلفازه حفظك وصلنا معك سيدي في الله يجازيك انا خدمت مازال شي لحمه انا شحال ديال الوقت واحد جوج دقائق طلع الله يجازيك جزاك الله خير قرا سابقنا الله يحملك الوالد انا نمشيو للوزين جديد ديال الكرموس ديال الكرموس الله يجازيك بخير الله يحفظ الوالدين تعاونتي معنا الله يسهل لك يزرب عافك شويه عندنا دابا حنا جينا اشرح لي مع بلاك خمسه الحروف قلنا قلبوا على خمسه الحروف هذوك خمسه الحروف غتجمعوهم نعطيكم واحد الكلمه هذيك الكلمه هي اللي غتساعدكم باش تحلوا اللغز دابا حنا جمعنا اربع حروف الالف واللام والراء والتاء مربوطه ها هي شوف انا الالف مربوطه غتكون هي الاخرى تماما ها حتى مربوطه هي الاخرى ها هي حتى مربوطه لا تنديروا لها بحال هكا هنا في الاتجاه وهنا غتجي ال الالف واللام قدر ما يكونش الف واللام في الاول قدر تكون لا لا تكون في اللام هذه الراء الراء هذيك الراء قد عليهم قد عليهم الشمال هذه شي بلاصه انا معروفه في المنطقه ديال ابني هنايا قد عليهم بحال هكا شي صباه شي قلعه شي زاويه شي قد عليهم شاو شاو هاي شاو ملي شحال عندهم الزهر ملي يلعب معاهم الزهر بزاف عافاك هادشي بالزربه الله يجازيك بخير اخويا غادي ناخذ الحمد الله يحفظك ملي تشوف الزهر عاهم شو على زهر كبير دخل معاه هذه الله يرحمها كون هو هذا هو هذا دخل معاه شكرا ما رديناش البال هذيك هادشي هنا شنو راهي ديال انيغما هي هذه طاح هذا المرض هذا طاح كاع طاح خلي ما تقاديش ما تقاديش خليه علاش ما تقادوش الياس غادي تعمري شوف وشنو نديرو نخليو تنبغيو نهبطو عاد نقادو راه قربنا نوصلو راه هذاك الكرتون راه هذاك الكرتون الله يرحمكم معنا اسمحوا لينا الله يوفقكم ان شاء الله يلا يحفظكم الله يحفظكم الله يوفقكم الله يوفقكم يلا بونشوز خويا كاين عافاك هنا الداخل انتما هو غونز الا هو غونز شكرا سق سق معايا الله يحفظك السق هذيك شكرا معك صافي انا غادي نوقف داخل كندور كنلقاك كريمي سات كريمي سات بسم الله بسم الله بسم الله انا غدليت غينيت عبد اللطيف وعبد الله وصلوا للمصنع اللي كينتج ازيد من 163 طن سنويا من الصبار وفيه اخر غلاف راك ناري بعدا قبلوا علينا صافي قبلوا علينا بسم الله او السيده الزهراء هاك ناري هاك ناري اجي في الشوك ها ما جوج شكرا طينات شي ناضي مزيان شوف شوف لا ما كاينش لعيبه يشلح بسم
قطع لنا شي كريمه سنه كلوع بعدا زوينه ديالنا هذا الانفلوب. الله فيك. بسم الله قراو بعدا في واحد الحرف اما هو هو الباء حرف الباء. اجي عاونوا يجب عليكم الان موري. الذهاب الى شاطئ الجزيره. فين هو فين هو العويده العويده فين هو ها ما عندي هم وعند وصولكم الى الشاطئ ستذهبون الى طاولة اجمعوا معنا الحرف اجي استر لحظتك دقيقه لذيذ الحروف عندنا هنايا عندنا الالف واللام راه مزيان هذيك بوحدك بالك ما لقيتيش هذا الحرف هذا غيعطينا واحد الحرف اخر إذا بصات عطي شي جواب يعطينا واحد حرف آخر دابا نتجهوا باش من ضيعوش الوقت غادي تعطيو الجواب المتصل ولكن إيه. غادي يكون عندكم الحق باش تمشيو وتجيبوا حرف واحد اللي غادي يكون موجود بمكان لا يبعد عنكم إلا ببضع الأمتار. شوف بلاصة قبل ما نجيبوا حرف واحد آخر هو ستة غادي تعطيو الجواب منتصر إلا ما عرفناش الجواب عاوتاني ولكن إلا ما تفوقتوش يمكن لكم تمشيو وتجيبوا حرف آخر وتعطيو الجواب آخر يعني نجاوب واحد اخر. هذه العمليه غادي تعاودوها عده مرات حتى تمكنوا من الاجابه والفريق الاول اللي غادي يحصل على جواب هو اللي غادي يكون فائز بإنيغما التحدي. يلا يلا شو اول مرحله هي شاطئ الجزيره. يلا يلا اجي حدايا شاطئ الجزيره الله يرحم الوالدين. راه نعاود نقرا هذه يكون شي تخيك. عامر لا جاجي او استاذ السلام عليكم. السلام عليكم استاذ مرحبا بكم مرحبا بنا عندكم الحمد لله هذا برنامج إنيغما التحدي عرفتوا كتفرجوا ميدي انتيري دابا الله يرحم الوالدين والمساقين والمسكينة بغينا نمشيو الشاطئ الزيارة الله يرحم لك ما مال الدواء طاب عندك هذه مسابقة والفينال اليوم اللي يربح غادي يربح يمكن لك وصلنا الخرجة ديال المدينة خرجة ديال الجزيرة اللي دينا شوف على شي واحد غير ما غايجيو كاينين ايوا مكتبه ليهم كتبين احنا يا غير نتمرمدوا هما جايين شتيو خبي جوا نحن اصلا دخلنا اللوزين باش يقفوا بحال ولد اللوزين دخل اصاحبي نشوفوك اجي صافي دخلنا فريق عبد الله وعبد اللطيف رجعوا مره اخرى لاسلوب التمويه باش يغلطوا نوال والياس شارك. لا يلا شتو الطريق معايا دوك هو السكر ديالك هو السكر ديالك اوكي زيد قرا عافاك بارك عليك اخويا بارك صافي اخويا صافي سير هبط الله يرحم لك الوالدين اخويا شكرا فين هو الوزين فين هو الوزين ها هو ها هو ها هو هاد الشوكه هذا كي غنديروا ليه راه عمرنا شوف لا عمرناهم كاملين عامرين كاملين صح شكرا ميرسي ميرسي بوك نو واش لا لعبك مزروبين لا مزروبين ميرسي الله يحفظك شكرا نوال سمت شدي هذا الرقم هذا شدي هذا الرقم نرجع ها با زيد الطريق يجب عليكم الان الى الذهاب الى شاطئ الجزيره خويا ديما الطوموبيل هذه ديما الطوموبيل الاخوان عافاك ديما الطوموبيل هذو الله يجازيك بخير الله يرحم بها الوالدين الشريف عافاك معايا مدام دراها رجليها الله يسهل عليك عند وصولكم من الشاطئ الله يجازيك بخير سمح لينا عافاك ما
الله زيد هاي الحال لحظتك هاي سمعتي المدام مريضه دار رجال الله يجازيكم بخير ناول اجي حدايا الله يرحم بها الوالدين اجي حدانا اجي حدانا شريف اجي حدانا اخيرا الحظ كيرجع لناول والياس والقول مركوب من دون عناء هاري دابا عاد نقراو مزيان وي عندنا المراه ديال حدا هاي دوزو حنا شد هادي شد زي الصمت زي الصمت ديالك هادي يلا زير ليا دير راسك وين وين لا سعد واش بغيتك تعرف والله تا ودا وصل هذا ولا وصلوا كبار صافي سير ما توقفش البنادم من حقك يا ربي يكون هما يا ربي يبقاو غاديين على رجليهم يا ربي يا ربي ما يقاش لي وصلهم يا يا ربي يا ربي يا ربي لا كنتي معنا يا ربي مازال ما لقاوش ترونسبور ما لقاوش ترونسبور ولكن لقاو هذاك مول الطوموبيل هذاك مول الطوموبيل شتي هذه الكاميرا دازت وعطيف وعطيف شكون تدير يا صاحبي وعطيف ها هو مالك سير سير عطيف انا اش كيتي شاف اش قلت لك سيلفيو وراك في الطوموبيل توقفها يا ربي غادي يوصلهم يا ربي ما يديهمش للبحر يا ربي شوف شوف حنا دابا عندنا خمسة الحروف ياك ولكن ما فهمتش غادي تعطيو جواب متصل الى ماتش بدا تعصب هو وجيت نهضر انايا انا ولا في الصراع اللهم خليه غوت ونسكت حسن اطلع واحد خصو ينزل واحد باش نقدروا نكملوا السيره غوت عياك اسكت انا عادي داخل السيره واخا يكون واخا نكون عندي حق غوت هو خاصني نضطر انا اللي نسكت لا بقى في جدل ما نوصل حتى شي نتيجه هذاك الشيء هذا الشوك هذا يحيد من اللي لصق لينا في الحمنا شنو ندير ليه تحيد غير بالماء غير بالماء ما شحال قدك راه بزاف عرفتي انا حوايجي نلصق فيهم بزاف ودي الياس باقي لنا تيبان لنا غير الشوك ما عرفتش دايما صافي غادينا للبحر ديال الجزيره كلما اقتربت الفرق من نقطه الوصول كلما ارتفعت حده التوتر انا وصلت للجزيره هي النقطه الاخيره من البرايم 8 من انيغما التحدي والموسم الثالث الفرق جوج هما جايين في الطريق ملي غيوصلوا هنا خاصهم يقراو السؤال ديال المرحله الثامنه اللي هو هذا الفرق عندهم خمسه الحروف اللي جمعوهم في هذه المرحله الاخيره من انيغما التحدي وخاصهم يحطوهم هنايا هاد الحروف غادي يساعدهم باش يجاوبوا على سؤال اللغز في حاله دوك خمسه الحروف اللي حطوهم هنايا ما عرفوش الجواب عندهم الحق باش يمشيو لهيه في المكان فين كاين الرايه ديالهم اللون ديال الفريق ويجيبوا لي حرف بحرف عندهم سبعة المرات عندهم الحق يمشيو ويرجعوا ملي يجيبوا لي الحرف تحطوه ما جاوبوش على السؤال تنعاود نسد الصندوق ويمشيو يجيبوا الحرف الثاني الفريق الاول اللي غادي يجاوب على سؤال ديال المرحله الثامنه من برنامج انيغما التحدي انا نقول له جواب صحيح يدوز من الباب وتتعلن بانهم الفائزين في الموسم الثالث من برنامج انيغما التحدي شكون هما غنعرفوهم دابا شويه سيب الحوايج والله سمحوا لينا شوف 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 الفريقين معا وصلوا في نفس الوقت تقريبا فين يا اخو الباب الباب ديال انيغما الله 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 الياس بشويه يلا يلا الورقه الورقه معليش فين هو فين هو جوج 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 درجات جوج درجات جوج درجات جوج درجات هاكا سير جوج جوج الياس بعيد بعيد هاري الساك ديالك الله يرضيك هاري الساك والله شويه ضروناش هما وصلوا علينا وصلوا علينا زين زين اللحظه اللي تجاوزونا بصراحه حسينا بالحظوظ كتهبط شويه وخصنا نبذلوا واحد المجهود كبير باش نوصلوا وقلت للعطيف راه شوف واخا يوصلوا راه خصهم كلمات ضروري كلمات اللغز قلت لعبد الله كنحاولوا ما امكن
كل ما اوتينا من قوه غادي نحطوها اليوم، وربنا ما غاديش يخيبنا. واه بزاف بعيد بزاف. ما وين جايين انا وين جايين؟ بعيد بعيد. الياس يلا انا ولاردك يا سفيني. يا ربي يا سلحني. ارتاحي تجري اصبري. فرجني اخر جريه اخر جريه. تضرني رجلي يا عيني في حق الله يتكبرني. سير مسافه مزيانه سير. تنحس بها غادي تقرد ليا وحق الله الا تنحس بها تقرد ليا. برافو عليك والله مزيان. خاصكم تجاوبوا على السؤال ديال لغز الثامن. عندكم خمسة ديال الحروف، غتحلوا هذاك الصندوق الاخر وتشوفوا واش تقدرتوا تعرفوا على الجواب. لما تعرفتوش على الجواب عندكم سبعة الحروف له، واحد فيكم شي يجيب حرف بحرف ويعطيني الجواب ديال لغز ديال المرحلة الثامنة. لا ما تصادع. اول اسم الذي اطلقه الاسبان على الحدث الذي وقع بينهم وبين جيش التحرير المغربي ما بين السنتين 57 58. هتقدت هنا غنمشي نجيبو نجي انا. دابا ما عرفتيش الجواب. لا ما عرفتش الجواب. يلا سير. فينا واحد هذا الرايح. رايح هذا الرايح ديالك. هذا الرايح عاد شوال. وانت بقى تتخمم. المقاومة لا ماشي بيا. لا. الامتياز اللي كان عند نوال وإلياس فقدوه. فبعد ما وصلوا هما للوالا للشاطئ نوال ما قدرش تكمل وصبح الامتياز من جديد عند عبد اللطيف وعبد الله. الساكادو سؤال ديال اللغز ها هو قدامكم افتحوا. خدم معايا شويه. جمعتوا خمسه ديال الحروف. عبد اللطيف عبد اللطيف عطيني الجواب. ما عطيتينيش الجواب مازال ما وصلتش الجواب. سبان على الحدث. رجع رجع عطيني الجواب. عرفتوا الجواب ولا ما عرفتوش؟ لا ما عرفناش. مازال عرفتيش؟ البارح البارح شي حاجه كثير. تحرير. وفاش قرينا قريت السؤال داكشي كان عندي الامل اننا نربحوا 90%. جمعتوا خمسه د الحروف فينا هما؟ حرب تحت فينا هما؟ هما هنا في دغيا. يلا دغيا افتحوا هنا وتحطوا الحروف اللي جمعتوا. حرب تحرير. ها؟ حرب تحرير. عندكم 12 حرف جامعين خمسة ماشي هنا هو الجواب الصحيح. شوفوا انتم بغيتي حرف اخر عندك الحق تمشي تجيبو. يلا سير سير صافي مشي سير. الى بستة الحروف وعطيتوني الجواب ديال اللغز الثامن ديال انيغما التحدي غدوزو من هاد الباب وغتكونو نتوما اللي ربحتو الموسم الثالث. ياه عرفتك سيو بلاتي. بقى معايا بقى معايا هاتريك ركز. اجي اجي عطيني الجواب. ما عرفتش ما عرفتش ولا بدا تحاول تقول لي اي حاجه. قول لي اي حاجه. جيش التحرير. قول لي اي حاجه. تحرير صافي حاجه. شنو هو هذاك شنو هو؟ جيش التحرير. قرا السؤال مزيان. ما خاصهم. اذا شنو الجواب؟ الحرب البارده. الحرب البارده. بارده مازال عندك الحق في الجوا الثاني. شنو الحرف هذاك هو اللي باقي لي؟ حرف الياء. عبد اللطيف ما غتمشي حتى تعطيني الجواب ديالك. الحرب البارده. البارده البارده. اعطيني جواب واحد تفقوا. الحرب البارده. الحرب البارده. الحرب البربرية. الحرب البربرية. سير جيب ليتر أخرى. سير جيب. ما خلاص ما خلاصش. سير صاحبي جيب واحد. سير بالي سير. ما تركزوش. إذا الحرب. نوال وإلياس أعطيني جواب ما عرفتي. سير جيب ليتر أخرى. سير. شوية عليك. بلاتي. 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 جيش صحيح. الحرب السياسية. الحرب السياسية. ماشي هذا هو الجواب. مشي سير جيب حرف اخر. تيجي صاحبك. يا يا ما
القوامه. اذا عندكم شي اقتراح؟ شنو هي؟ ما انت والو ما عارفش اجلس. رجع لبلاصتك نتايا الله يخليك. قول لهم شنو شوف النهائية. مازال ما عرفتي سير. اعطيني 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 اقتراح وسير جيب حرف اخر. الحرب النهائية. سير جيب حرف اخر. سير شوفي على الميم الميم. لا انت توصل عنده. الميم. وتحط الكلمة. اعطيني شوية عليك ركز. رسم. حرب. حرب السامية. الحرب السامية. لا. سير جيب حرف اخر. سي 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 عبد اللطيف شنو؟ مازال جاي حماية. الحرب الإسبانية. الحرب إسبانية. إسبانيا. وش هو هذا الجواب؟ حاولي انت يا تقلبي على الجواب ديال السؤال ما تضيعيش الوقت. هاك شويه مسكوش مسكوش الحرف مسكوش. حط الحرف وبشويه عليكم ورتبوا الحروف شويه عليكم واعطيوني الجواب. عاوني في هذا سجي واحد وين بلاتي بلاتي اعطيني الجواب بعدا. الحمايه. أنا خاصني جملة، جملة فيها جوج كلمات الأولى فيها خمسة والثانية فيها سبعة. ما عرفناش. إذن يعني. جيب واحد نركزوا عليه. وخا تجيبوا واحد نسبة الحماية. نسبة الحماية سير جيب الحرف الأخير ديالكم. مت مت جيب واحد طير. باقي لكم حرف أخير. والو طير عبد الله. ولكن السامية الحرب سامية. الحرب سامية. ماشي هذا هو الجواب. سير جيب حرف آخر. زيد 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 زيد. يا السربي يا إلي يا السربي السربي السربي. خصك تشوف عليه خصك تشوف. دابا عندكم 12 حرف. نعطي انا يا الجواب لا تيجي خاصو تيجي. اذا شنو هو الجواب؟ النمسيه. حرف النمسيه. لا اخر حرف. سير حدث. عبد اللطيف عبد الله الياس هو قرب اعطيني جواب. اذا غنمشي عند الياس. الحرب المنسية. صح الحرب المنسية. الحرب سمينة. الحرب سمينة. الحرب سمينة. قلتوا الحرب سمينة. سمينة. منسية. هي جاوبنا حنا الأولين. شنو قلتوا؟ الحرب المنسية. قبل الحرب المنسية دوزوا من الباب تبغوا ربحتوا. آخر دقيقة آخر دقيقة. جبتها الحمد لله. عكس لا نوان نوان لا نوان ولا عادي يا نوان عادي ما مكتبش لينا نوان ما كنت نرضى عليك انا نوان نرضى والله نرضى عليك نوان نوان نرضى عليك والله نرضى عليك انا نوان نرضى عليك ما مكتبش لينا الشد الوالد الحاج الشد الوالد الحاج صافي تستعصي اخيرا صافي بر السر واه ايش الحرب واه شو الشعر ديالكم؟ شعرنا انا ما بقاش نقول لي وقف 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 لا ما بقاش نهبط رجليا باش قد يوقفوني صافي باش قد الشعر ديالنا بدينا واحد المجهود كبير وخفنا على ما نفوزوش حنا بدنا التخسيخ كامل يضربنا في الزيرو الحمد لله دابا التخسيخ هذا مسابقه سهله سهله غير خص شويه التركيز وشويه الذكاء الحمد لله صار الدقيقه الاخيره وحاولنا نجيبوا جواب وربي ما وفقناش انا اول خطوه كنخطيها هذا جهد العائله ديالنا اللي كيدعوا معنا كنمشي في الطريق الطاكسي الناس كيضيفوني كنقول لهم دعيو معايا هو الهدف ديالي هو صيفط والدي ديالي للحج وكلشي الناس كانت كيدعوا دعوة ديال الخير وفي اخر المطاف هنايا دعوة الخير تبعتنا حتى لاخر نقطة وصلنا ليها وملي كنت كنجري ليها
عييت بزاف وكيدير واحد المجهود كبير كنقول يا ربي وفقني انني هذا المجهود اللي درت نهديه للوالده هي الاولى والزوجه ديالي والعائله. هذا الشعور انا ما بقاش نوصفه لك انا حيت انا عسف الامنيه ديالي والهدف ديالي في هذا الانيغما الاول قبل ما ندير حتى شي حاجه هو الام ديالي الحنونه العزيزه اللي وفرت لي كل شيء والاب ديالي كنتمنى من الله انني ارضيهم ونوفر لها شويه من داكشي اللي عطاتني وبورده ديالها غتفتح لي الكنز ديال الدنيا وغادي نتمكن انني نكون سعيد في حياتي. بكيت حيت فاش وصلنا قد كان عندي امل كبير اننا حنا اللي نكونوا حنا اللي نربحوا وغير الحظ اللي كان مساعدهم ديك الوقيته اللي هو ما كان مشى يسلم عليهم الياس انا ما كنتش باغا نهضر مع حتى شي واحد اصلا ما حتى الياس ما هضرتش معاه دونك ما بغيتش نمشي نسلم عليهم هما ما نعرف ماشي حسدتهم ولا انا ما تخيلتش راسي غادي نخسر. الحاجه اللي جاتني صعيبه واللي اثرت فيا ماشي حيت خسرت بالعكس انا فاش كنا جايين وداخلين فوقيتها وحده فراتي كانت تبان لي راه هذاك اقسم بالله علي العظيم كان تيبان لي شي حاجه اللي هي كبيره واحد لو ديفي كبير وصلنا درناه غراس نوال دونك انا اللي اثر فيها هما الدموع ديال نوال ماشي قسما بالله ماشي هو الخساره ديال انيغما. عبد الطيف عبد الله بغي نقول لكم مره اخرى مبروك بالصحه والراحه انتم اللي فزتوا في الموسم الثالث من انيغما التحدي جمعتوا 5 ديال القلادات ناقصكم القلاده ديال اليوم اللي القيمه الماليه ديال 10000 درهم اجي خذها صافي يلا اجي ميرسي بالصحه والراحه حنا في الموسم الثالث حتى فريق ما وصل القيمة المالية ديال إنيغما التحدي ديال 200000 درهم يعني 20 مليون سنتيم. إذن أنتم ربحتوا 6 قلادات ناقصين لكم 2 يعني 20000 درهم في الألعاب الفردية ناقصين لكم 5 ديال المسابقات اللي ما ربحتوهمش للقيمة المالية ديالهم 25000 درهم يعني 2.5 مليون اللي غادي نقصوها 200000 درهم شحال غتبقى؟ 15 مليون ونص. 15 مليون ونص هما اللي ربحتوا انتم يا في الموسم الثالث من انيغما التحدي. اذا مشاهدينا الكرام هنا بالجزيره غنقول لكم الى اللقاء تنشكركم الوفاء ديالكم تنشكر كل الناس اللي شجعوا الفرق واللي كتبوا كلمات جميله في حق البرنامج سواء فيسبوك سواء في الموقع الالكتروني www.enigma.ma وخصوصا جنود الخفاء فريق انيغما اللي تكرفس حتى هو وكذلك الناس اللي استقبلوا القافله ديال انيغما التحدي بالفرق ديالها. اذا مره اخرى بالصحه والعافيه انا ان شاء الله غنتلاقى معكم في الموسم الجديد السنه الجايه وتنوعدكم بالمزيد من الاثاره والتشويق ومناطق اخرى من بلادنا الحبيب المغرب. مشاهدنا الكرام ما بقى لي نقول لكم انتشروا.